المجيد الرسمي للويفا شامبيونز ليج، 80,000 متفرج لأصفر اللون، المارد الألماني بوروسيا دورتموند في تحدي كبير أمام عملاق وسلطان اللعبة الشعبية ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية. بين الألمان والإسبان سيكون أصعب رهان. مع الكرة على اليسار، إمكانية شمانزر في التوزيع، تدخل من رافائيل فاران، سامي خثيرة بدون حلول كثيرة، ماركو رويس في عكس الهجوم، خطيرة على دفاع الريال، ماركو رويس يارب رويس يصور جول لا ليفاندوفسكي. غريبة عجيبة، ومنذ البداية أصفر اللون من أجمل ما يكون، 80,000 متفرج يشتعلون في هذه اللحظات. ريال مدريد في وضعية كوندوغان في الربط بين الدفاع والهجوم، مارسيل شمانزر الدوري الألماني، كوندوغان حركية كبيرة لأصفر بوروسيا اللي وزع ليفاندوفسكي، جول أصفر اللون من أجمل ما يكون. بوروسيا الكبير، الليلة مثير وقدير، كرة ألمانية تعذب الكرة الإسبانية، البارح برشلونة والليلة ريال مدريد. إيش الليلة يا بوروسيا؟ إيش لوكا مودريتش، مسعود أوزيل، كرة رائعة، رونالدو لكن بعيد عليه الكرة بمتابعة الرومان فاندر فايلر. لوكا مودريتش يرجع للوراء، رونالدو المخالفة ضد بلازيكوفسكي، كريستيانو العجيب من أجل صاروخية وتمر القدم البرتغالية، يصاب رومان فاندر فايلر. جمهور بوروسيا والسيجنال لدونا بارك الآن يطمئن نسبيا، يفتقده الريال حاليا. ودي كرة ممتازة على اليمين، سامي خثيرة ويصاب، والدفاع أين المرور أمام ثلاثة لاعبين، أين المسير والمخالفة في النهاية لفابيو كوينتراو، تردد كبير من قبل تشابي ألونزو. كرة بعيدة، كرة بعيدة، رونالدو وفاندر فايلر في الروح القتالية، كريستيانو رونالدو يتقدم ألونزو ليوزع، والتصدي على مرتين من فاندر فايلر. شوف يعني تعليمات يورغن من جانب بوروسيا، وغونزالو إيغوين وذا بلاسيكوفسكي يتراوغ ويمر للسرعة القصوى، خطيرة خطيرة، غونزالو إيغوين الأرجنتيني عيني، كوبي المتحدي، بلاسيكوفسكي نجم الكرة البولندي، ماركو غوتسي، ليفاندوفسكي، فابيو كوينتراو يأتي للتغطية في محور الدفاع. شوف الكرة، شوف الكرة، وكوينتراو مرة أخرى، ثنائي الدفاع لريال أكبر ديناميكية وحيوية. كوينتراو هو مسعود أوزيل، كوينتراو ماذا ينتظر؟ كوينتراو في النهاية، كرة بعيدة من الدوري البرتغالي. ريال مدريد يتشابه مع بوروسيا من حيث الخسارات في الدوري، خمسة. راموس، أين التصويب؟ جوبي ألونسو، أريام، هذا كرة لماركو غوتسي، الحكم يطلب اللعب، الحكم الهولندي يثير غضب 80,000 متفرج. أعطيونا الصورة وهاتونا نتأكدوا من الكرة، حوار داخل منطقة الجزاء، وهذه كرة كريستيانو يضرب في الشباك الألمانية، وعودة إسبانية، ريال بثوب الأبطال، ريال مدريد يرجع من جديد حديد في هذه الكرة، تمر مسعود أوزيل يوزع، وغونزالو إيغوين ورونالدو، بركان مدريدي حديدي في مدرجات سيجنال إيدونا بارك. الأول بتعادل إيجابي بين الفريقين، روبرت ليفاندوفسكي أعطى الأسبقية للبروسيا، كريستيانو رونالدو عدل بعد هذه الهدية، تعود الكرة لمارسيل شمانزر، راموس تستوجب الورقة الصفراء، على اليمين توماس، وسامي خثيرة مرة أولى، التمرير والكرة جول،
بنفس الخبرة بنفس المعركة. رايس بلازيكافسكي مرتد شمانزر شمانزر والكرة جول روبر ليفاندوفسكي بالثلاثية النارية الألمانية. ليفاندوفسكي أمام هذه الجماهير النارية يأتي ثالث أسبقية. نار 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 بروسيا في هذا المشوار. ليفاندوفسكي يطير ريال مدريد في هذا الزمان. ولوكا مودريتش رومان فاندر فايلر مباراة الموسم بين هذه كرة رونالدو الفنان ورونالدو يوزع وماتسيو مانز يخرج بسلام. دفاع بروسيا يتقدم. جوندوغان يمر يمر جوندوغان الكثيبة الألمانية وهذه كرة بالرأس كرة بالرأس ولكن رومان فاندر فايلر مارسيل شمانزر كان في التغطية للوكا مودريتش. مودريتش اللي وزع وتصويبة رأسية لرونالدو وضربة مرمى وماريو جوتسي ركلة جزاء ركلة جزاء للبروسيا. يتقدم ليفاندوفسكي جول فانا ارقى الناس فانا ابن الناس روبر ليفاندوفسكي يشعل النيران في الشباك المدريدية والكتيبة الألمانية نارية نارية. ماركو رايس يتلاعب بمسعود أوزيل ويمر مخالفة لصالح الريال. نعم روبر ليفاندوفسكي مكير كذلك في التسعير. عجز تام لكل الخطاط. رونالدو كان قريب جدا من عودة الريال في المباراة. يلزم 3-0 في الإياب. ريكاردو كاكا يوزع والتصويب. رافائيل فاران كاد أن يأتي بهدفه الأغلى في هذا الزمان. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم الهولندي كوي بومس على نهاية المباراة. نهاية دراماتيكية للكتيبة الإسبانية بالرباعية الألمانية بأقدام بولندية لروبر ليفاندوفسكي بطل المباراة. أمامنا مباراة الإياب بكل العذاب في انتظار ريال مدريد لازم يتفوق في 3 أهداف نظيفة هكذا مشاهدة.